نحن مع كل احتجاج ضد نظام الأسد وضد نظام الملالبي ضد نظام إيران وضد أي ظلم على أرضنا الحبيبة سوريا. في بعض الشرفاء من الجيش الحر عم يهاجموا حواجز النظام ويوجهون ضربات مؤلمة. رسالة واضحة لكل حدا أنه لا، الثورة هي ما زالت بقلوب السوريين. الحمد لله والفضل كبير لإلهم سوار والأبطال أهل درعا وأخواتنا كلياتهم. الحمد لله عم يساووا كتير شغل حلو وعم يضربوا حواجز للنظام، وإن شاء الله أمورهم الخير يعني، والله يثبتهم يقويهم. الأحداث الأخيرة اللي صارت درعا والسويداء هي أحداث جدا طبيعية. هاي الشيء دليل أنه الشعب السوري هو شعب جدا سائر، بغض النظر حاليا النظام استطاع أنه يرجع يعيد سيطرته على بعض المدن والبلدات، ولكن أغلب الناس الموجودة داخل مناطق النظام هي ناس ضد هذا النظام. يعني هو حراك شعبي يعني بيحمل صورة من صور الثورة والدفاع عن الثورة بالجنوب. نحن مع كل احتجاج ضد نظام الأسد وضد نظام الملالبي ضد نظام إيران وضد أي ظلم على أرضنا الحبيبة سوريا. في بعض الشرفاء من الجيش الحر عم يهاجموا حواجز النظام ويوجهون ضربات مؤلمة. والله كانت هي إيجابية، وكان الأبطال والشرفاء يهجمون على حواجز النظام، فهسه قصف شغال عليهم. كأنه احتجاجات اللي عم تقوم بمحافظة السويداء يعني لا تتجاوز زوبعة في قلب كأس، كونه عم تتدخل وجهاء وعم تتدخل مشايخ العقل. في السويداء كانت عملية إيجابية، من الناس الشرفاء الناس الطيبة قامت بقتل هذا الشبيح اللي تابع للأمن العسكري، ونتمنى احنا من ان شاء الله الحراك يتم ويستمر وجود الشرفاء الطيبين ان شاء الله. اذا بيضلوا مستمرين هيك رجال الكرامة بحققوا انجازات كبيرة ان شاء الله. اللي شايفه انه هذا الشيء واحد بيكون عم يرسخ نظرية اعادة الثورة ضد النظام. بالوضع الحالي اكيد هي الفورة اللي صارت هي حتكون فورة بسيطة، ولكن هي رسالة واضحة لكل حدا انه لا، الثورة هي ما زالت بقلوب السوريين، وهذا النظام هو نظام ساقط ولكن بالقبضة العسكرية هو حاليا مسيطر على هاي المناطق. بتوقع من الناس الشرفاء او اللي موجودين مع الثورة وقلب مع الثورة انه على الاغلب وللأسف أنهم يتهجروا باتجاه الشمال السوري. أكيد راح تتغير بالمنطقة ككل، سواء إذا قبلوا اللي قاعدين بدرعا أنه يجوا لهون أكيد راح يغيروا، أو إذا بقوا هناك أكيد راح تتصعد الأمور. بإذن الله التغيير الأفضل، طالما في شرفاء مقاتلين شرفاء راح يتغير أكيد الموضوع. نحن نتمنى من الشباب أنه يبقوا بأوطانهم ببلادهم ويستمرون بالعمليات هاي، يعني لأن هم أصحابين القرار ببلده بأرضه. كل إنسان يعني ببلده غير أنه يتهجر من مكان إلى مكان.